تمام. حاولي انك ما تحركي يعني. لا لا هلأ هاي 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 هم موجودي انا هون. انا بدي اياكي من بعيد هيك تضلك هيك. اوكي اوكي تضلك هيك. حاولي انك يعني انا في عندي كاميرا هي على على هون. انا راح اعمل هذا هيك. هاي انا في عندي كاميرا هون والكاميرا اللي هون راح تفرجيني الاشياء. وهنا حاولي انك لا تحركي كثير. انا بقترب لعندك عشان افرج الطلاب شو راح نعمل. محاضرتنا احنا اليوم راح تكون عن الماتيريالز عن الدراي ميديا. ماشي الحال عن الدراي ميديا في الرسم والتصوير. شكرا لك عشانك سكرت الباب في الرسم والتصوير. تمام. وهاي المحاضره لماده تقنيات الرسم والتصوير. ممكن طبعا طلاب في بناء من طلاب نفس التخصص او طلاب من تخصصات حتى كمان ثاني مهتم بالرسم والتصوير انه يطلع عليها. تمام. خلي هذا هون عشان احكي لكم ليش انا بستخدمه هذا. اليوم احنا راح نحكي عن الرصاص بالاول. بعد ما نحكي عن الرصاص بالاول راح نحكي عن الفحم او انواع الفحم انواع الرصاص انواع الفحم. بعدين راح نحكي عن الباستيل وانواع الباستيل. هاي كلياتها دراي ميديا. بعدين في عنا مجموعه كتب راح نحكي عنها بشكل برضو كمان بشكل سريع. خليني انا استخدم هاي الفرشاي وانا عمالي بحكي و اوكي بدي انا ميه بدي ميه ممكن بالله لو سمحتي. هاي شوفي هاي هاي خليها هاي لو سمحتي حطي لي فيها ميه بعد اذنك. اوكي تمام عشان انا كل اشي يكون انا عندي جاهز. وفي انا عندي هناك هاي هنا انا في عندي مشرط برضو كمان راح نحتاج للمشرط جنبينا. طيب تمام. اول اشي طبعا الكل بيعرفه هو قلم الرصاص العادي قلم الرصاص الكونفنشنال. ميته شكرا لك. قلم الرصاص العادي قلم الرصاص التقليدي الكونفنشنال. ماشي الحال. قلم الرصاص في منه عدة درجات. احنا بنعرف الدرجة من خلال قراءة هنا بيكون مكتوب HB. ماشي الحال. ال H ترمز انه فاتح. اوكي. ال P او ال B ترمز انه غامق. فانا عندي B1 B2 B3 up to B8. B8 يعني غامق كتير. تمام. على الطرف الثاني H1 2 3 H8 يعني فاتح كتير. وهي هاي فعليا ترمز لإيش؟ ل القلم لما يكون هارد القلم لما يكون قاسي بيكون فاتح. اوكي. فبعض الاحيان ممكن لما انتم مثلا تقرأوا كتاب باللغة الانجليزية هارد لما يجي يحكي لك هارد بنسل هارد بنسل يعني قلم فاتح. لما يحكي لك سوفت بنسل سوفت بنسل يعني قلم غامق. سوفت لما يكون الـ 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 الرصاص هذا سوفت بيكون شو ماله كل ما كان سوفت كل ما كان أغمق. تمام. فهاي هي أول إشي معلومة عن قلم الرصاص. طبعا هذا القلم اللي موجود بكثرة واللي موجود بالسوق. ممكن بعض الشركات تعمل أقلام أو تعمل نوعيات جديدة. ممكن أنتم مثلا تشوفوا مثلا B10 B11 B12 قلم كتير غامق. ممكن تشوفوا قلم برضو كمان أفتح من الإشي اللي إحنا يعني متعودين عليه. فبرضو كمان الشركات بتشتغل وبتطور هاي الماتيريال. ماشي الحال. طبعا هذا B2 هذا B2 إذا إحنا بدنا نجرب هنا. أوكي بالله تعمل كلوز لوك أكتر. أوكي هذا إن جنرال. هلأ في إشي تاني أنا معي طبعا هاي
بحب الطلاب يعني أنا بستخدم هاي وحط فيها الأقلام عشان للحفاظ على الأقلام إنه ما يجي عليهم أي شيء ويتكسر. ودائما في طلاب يعني أنا مبارح في بنت بتحكي لي يا دكتور أنا معي قلم ما شاء الله وكل ما أبري بتكسر. هذا نتيجة شو؟ نتيجة إنه أنا مثلا القلم حاطه مثلا في مقلمة وهي المقلمة أنا بشيلها وبحطها ممكن تخبط بالأرض وممكن تسقط مني أو ممكن كذا، فالقلم كل ما تعرض لضربات بتكسر من جوا. فأنا عشان أحافظ على القلم أوكي سواء كان رصاص أو فحم لازم إني أنا ما يعني ما يسقط مني على الأرض ما يخبط بإشي عشان ما يتكسر من الداخل. تمام. شغلة تانية برضو أنا بستخدم الأقلام بحط الفحم هون عشان يحافظ على الفحم من الرطوبة، لأنه الفحم لما يشرب رطوبة ببطل يعني ما ببطل يعطيني التون اللي أنا بدي إياه. تمام. فأنا هاي أوكي بسكرها زي هيك أوكي وبتحفظ الأقلام من الضربات من السقوط. وطبعا أنا دائما بحملها بهالشكل هذا ما باخذها كثير، نوع من الحفاظ على الأقلام إنها تتكسر ومن الرطوبة كمان. تمام. فعشان هيك أنا بحطها بهالأقلام بهالشكل هذا. أنا كنت عمالي بحكي عن الرصاص فأنا بدي معي أنا قلم رصاص زي ما حكيت لكم الشركات يعني عندها نوعيات مختلفة. هذا القلم هي جرافايت ستيك بهالشكل. طبعا أنا لما شريتها ما كانت مكسورة، كانت أطول من هيك. طيب بهالشكل أوكي بهالشكل. هاي B8 جرافايت ستيك برضو كمان رصاص لكنها ووتر ميكسبل، يعني يمكن خلطها بالمي أنا هاي بتذكر شريتها من زمان من مكتبة الجامعة اللي جنب الجامعة هنا أو المقابل الجامعة بال2007 بال2008 يعني زمان، فكانت يعني هي مش جديدة أوكي. ممكن للبعض إنها تكون جديد لكن هو مش اختراع جديد الآن. I think إنه متوفر لكن إحنا بدنا نشوف كيف الإشي التقليدي الرصاص التقليدي والرصاص الغير تقليدي. هنا لما إحنا نشوف هذا أوكي ميكسابل بس مش ميكسابل كتير مش زي هذا شايفين. بالله ياخدي لو سمحتي هنا. فإحنا بنلاحظ إنه هذا التقليدي وهذا الووتر ميكسبل. فإحنا بنشوف وكأنه إحنا إذا مثلا غمقنا أكثر بنحس إنه في أنا عندي هنا الإفكت شبيه بالإفكت تبع الحبر. طبعا أنا بإمكاني أغط هذا بالمي وأجرب أكثر. ممكن أنا كمان أشتغل عليه. فهاي نوعيتين من الرصاص أوكي. هاي نوعيتين من الرصاص، هذا رصاص ميكسبل وهذا رصاص مش ميكس، هذا ووتر ميكسبل هذا مش ميكسبل. نعم يا نوار. لا ما بنقدر نمسحه بالمحاي. ليش ما بنقدر نمسحه بالمحاي؟ لأنه الورقة بتنشف، يعني الورقة بتشربه هلا بس ممكن احنا نشتغل عليه بالابيض يعني في مثلا ممكن نشتغل عليه شويه اكريليك او هيك. هلا بدنا نشيله بالووتر كلر. لما اعطيكم انا التوتوريال للووتر كلر ذكريني احكي لك طريقه كيف نشيله، بس لازم احنا يكون عندنا ووتر كلر بيبر. هذا يعني راح يخرب اذا انا علمتك الطريقه. هي طريقه لشفط اللون من الـ من الـ
طريقة لشفط اللون من الورقة، بس الورق لازم يكون ووتر كولر بيبر، لازم يكون يعني ورق للألوان المائية، يعني بينفع يتخفف بس مش بالمحاي، بطريقة تانية. تمام. إذا أنا في عندي هنا هاي الأقلام الرصاص، هاي أقلام رصاص، في عندنا كمان حكينا هاي يعني الفرشاي. تمام، هاي الفرشاي بتحطها هون. في عندنا هاي أقلام الرصاص اللي احنا حكيناها، نوعيات اللي يعني موجود. طبعا اكيد يعني ممكن يعني واحد يروح على مكتبة او على محل مخصص لأدوات الفنانين والرسامين، ممكن يجد اشياء جديدة، ممكن يجد اشياء جديدة، لكن يعني هذا اللي متوفر اكثر شيء بالمجال اللي احنا بنشتغله واللي اكثر الناس الفنانين بيشتغلوا فيه. هلا بدي انا افرجيكم شيء ثاني برضو، كمان احنا بنضلنا بالليدز، هاي اللي هي الجرافايت ستيكس بهالشكل هذا. تمام، لكن هنا في عندنا هذا الكلتش بن او كلتش بنسل، كلتش بن هي هذا، هي بهالشكل. طبعا برضو كمان بيجي منه موديلات بهالشكل، بيجي منه موديلات يعني شيء ممكن يكون طويل، في بعض الاحيان ممكن هذا الكفر يكون خشب. اوكي، يعني اشياء يعني مختلفه برضو كمان حسب الشركات المصنعه. لكن الاشي الحلو في الموضوع هذا انه هذا بيعطيك انه مجال مش انك ترسم زي هيك. اوكي، وهي يعني الطريقه اللي انا بشجع الطلاب انهم دائما انهم ما يستخدموها، خصوصا لما يستخدم قلم الرصاص، بشجعك انك ترسم بهالشكل. القلم الجريب تبعه يعني هيك ممتع وحلو. تمام، هذا برضو كمان هذا الحجم الستاندرد الكبير الستاندرد. اوكي، هلا في برضو كمان منه احجام تانية للاحجام الصغيرة. أوه، هذا مكسور هيك، لو هذا بالشكل برضو كمان هذا لأقلام الرصاص، برضو بريح من عملية البري. اوكي، بريح من عملية البري وانضف، ويعني الفيلينج تبعه برضو كمان بعض الأحيان في ناس بيحبوا يغيروا. أوكي، هذا يعني شوي هيك خفيف، بتحس الجريب تبعه. أوكي، هذا شوي ثقيل هيك، الجريب تبعه حلو بعض الأحيان بتحسه. عندكم أي أسئلة في أي وقت إذا بدكم تسألوا أي إشي اسألوا. ماشي الحال، عشان احس انه في يعني انتر اكشن في الموضوع، ما احس حالي عمالي بحكي مع حالي. تمام، هذا بالنسبه للرصاص. وطبعا اكيد يعني هاي الليدز بتلاقوا منها درجات، يعني هاي الدرجه اللي انا معي اي ثينك هي 4B. 4B. تمام، وهلا برضو كمان هاد لانه كبير شوي، هذا الاشي الحلو فيه. تمام، انه بياخذ شاركول ستيكس. اوكي، بياخذ شاركول ستيكس، يعني مثلا هاي شاركول ستيك. اوكي، هاي شاركول ستيك هنا كاني اخذ فيها شاركول ستيك، وهذا اشي كمان منيح. في ناس مثلا لما يمسك الشاركول ستيكس، هاي اللي هي الفحم الطبيعي ممكن ايديه تتحسس او ممكن ينكسر، ممكن كمان يعني في ناس ايديهم ممكن تتحسس من هاي الاشياء، فهذه ممكن تساعدهم. طبعا بالتاكيد ممكن يبريها هاي مثلا، هذا ورق سنفرة، هذا ساند بيبر.
ورق سنفرة، ممكن بورق السنفرة، أوكي بورق السنفرة بهالشكل. إذا ما حابب يستخدم المشرط ممكن يبريها بهالشكل هذا، وبرضو كمان إحنا ممكن نستخدم ورق السنفرة عشان نبري الأقلام الرصاص. هاي هاي صارت بهالشكل، هاي مبوزة ولا في أحلى منها. ممكن نعمل فيها ديتيلز، هاي هاي تمام. الفحم ممكن ينخلط بالمي، الفحم ممكن ينخلط. طبعا في معلومة كتير مهمة مهمة جدا، وبدي أنا كل الطلاب يحفظوها، إنه الرصاص مع الفحم ما بينخلطوا، الرصاص مع الفحم ما بينخلطوا. تمام، هاي إحنا ممكن الطلاب اللي بيحبوا اللي بيحبوا يشتغلوا بالشاركول أش، هذا شاركول ساند أو whatever، مع اني انا ما بحب اشتغل فيه، بس يعني احنا حطيناه هون عشان ما ينكب على الورقة. اوكي، فهذا شاركول، هذا الستيك. احنا هلا بننتقل للشاركول، ماشي الحال. برضو كمان الشاركول احنا اذا خلطناه مع المية ممكن انا يعطيني افكت، هايو ممكن انا يعطيني افكت. والله تاخذي زوم على الافكت لو سمحتي، انا يعطيني افكت. طبعا انا هذا الافكت ممكن اعمل فيه الديتيلز اللي انا بدي اياها، كان انا ممكن اعمل اي ديتيل انا بدي اياه، بس انا بفرجيكم الايش اللون الافكت كيف بعطيني. اوكي انا ما بفرجيكم. طبعا هذا انا لما اشتغل على ووتر كلر بيبر برضو كمان بعطيني افكت كتير حلو. اوكي برضو كمان بعطيني كتير افكت حلو. لاحظوا انه الشاركول الأسود تبع الشاركول بتحسوه عميق أكثر من الأسود تبع الرصاص، تحسوه داركر هيك، بتحسوه يعني ديبر أكثر. أوكي يعني هاي مع التجربة، طبعا مع التجربة هاي كلياتها مع التجربة بتعرفوها أكتر. تمام، هذا الشاركول ستيكس. طبعا في عنا فحم طبيعي، فحم طبيعي، وفي عنا فحم اصطناعي اللي هو كربون مضغوط. هذا اللي بيكون محطوط بأقلام زي هيك بيكون كربون مضغوط زي هذا الشكل. أوكي طبعا هذا مش يعني هذا اوكي. شوفوا ايش الفرق بين هذا وبين هذا. والله تاخذي زوم، تاخذي زوم، هلا بقولكم. وهذا طبعا يعني بيرجع للفنانين، الفنانين انا من الناس اللي بحب الفحم الطبيعي لأنه في هاي الخاصية. شوي بس إيدك، نستخدم وينها وينها، أيوة هاي. انتبهي طبعا خليني أنا والله أستخدم هاي فرشاي. والله خدي زوم، خدي زوم. هذا الفحم الطبيعي، هذا الفحم الطبيعي، وهذا الكومبريست شاركول او الكومبريست كاربون. ما شاء الله شوفوا هذا. هلا في ناس بيحبوا هذا الافكت، انا منهم، وليتر اون راح افرجيكم اعملكم توتوريال كيف تطبقوا هذا الافكت. وهذا فهذا بنمحى بسهوله، هذا ما بنمحى بسهوله. هلا في ناس بتحب تشتغل بهذا الافكت، وفي ناس بتحب تشتغل بهذا الافكت. تمام، ولما انا اشتغل بالمي برضو كمان في هذا الافكت، وفي انا هذا الافكت هاي.
ف اتس ديبندس على انت ايش بتشتغل. طبعا هاي الهولدر هذا هولدر برضو كمان يعني شيء جديد يستخدم. هذا الهولدر متوفر السوق برضو كمان من الأشياء الجديدة اللي صارت متوفرة. طبعا فيما لو كان هذا قصير أوكي ممكن أنت تستخدمه بالشكل تعمل زي هيك. يعني الجريب تبعه برضو كمان حلو. يعني الناس اللي بتحب مثلا تغير بالجريب تبع البنسل برضو كمان الجريب تبعه حلو. ممكن أنت تحط بنسل تاني هنا إذا أنت بتغير. إذا أنت بتستخدم تو بنسلز واحد مثلا أسود واحد مثلا أبيض أوكي ممكن تستخدم هذا الأبيض وهذا للأسود. الديبنس أنت كيف بتحب تشتغل. تمام. في عنا هاي البلندر اللي أتوقع معظمكم بيعرفها. هاي البلندر أنت ممكن تستخدمها بالفحم. يعني ما كتير يعني بفضل إنه الطالب يستخدمها بالرصاص. ما كتير بفضل إنه الطالب يستخدمها بالرصاص لكن ما في مانع إنك تستخدمها بالرصاص. بس أنا بفضل إنك تستخدمها بالفحم أكثر. بفضل إنك تستخدمها بالفحم أكثر. وفي ناس برضو كمان يعني هي بتعطي برضو كمان. أنا ممكن أحطها بالآش هذا وممكن أنا أعمل فيها إفكتس. هاي يعني الماتيريالز بشكل عام. أنا طبعا راح أعمل هيك بغير برجع بحط هذا. طبعا هذا رصاص أنت ممكن تبريه بالبراية العادية وممكن أنت بالساند بيبر بورق الصنفرة تعمله برضو كمان. أنواع الفحم حكينا الفحم الطبيعي حكينا الفحم الاصطناعي. تمام. في charcoal sticks وفي كمان يعني في carbon sticks. في charcoal sticks وفي carbon sticks. هاي أوكي هاي يعني شكل من أشكال carbon sticks. شكل من أشكال الكربون ستيكس. هاي خلينا هون نحطها. شكل من أشكال الكربون ستيكس. طال الجريب تبعها جاي هيك مثلثة. أوكي. هاي شكل من أشكال الكربون ستيكس. هاي نأخذ كلوز لوك. والله كتير بتعطيني لون أسود. كثيرة بتعطيني لون أسود. اللون الأسود الحلو هذا كثير دارك بدون يعني قلم رصاص. أنا عشان أحصل فيه على هذا السواد بدي يعني أعاني وما بحصل على هذا السواد. بتصير الورقة عندي تلمع. بس هذا لون أسود هيك بدون لمعة. فهذا الإشي الحلو فيه. تمام. بالنسبة للمية هاي شوفوا كيف طيب. هاي الفحم الطبيعي الفحم الاصطناعي الكربون. تمام. هلا احنا حكينا لكم هاي الفحم وهاي الأشياء. هلا إحنا بنروح على قسم تاني. نروح على قسم تاني اللي هو على الباستيل على السوفت باستلز. سوفت باستلز. تمام. سوفت باستلز. يعني بخصوص البراند أنا دائما وأبدا بالطلاب شوفوا علق
طيب مش مشكلة. هاي الكاميرا الثانية ايش صار معك؟ نعمل stop presenting. تمام نرجع نعمل هيك your recording make sure your share video. Okay, present. ممتاز. شوي شوي. هدي صار لنا تقريبا نص ساعة. تمام. هلا بخصوص هذا احنا خلصنا حكينا بالاول عن الرصاص بعدين حكينا عن الفحم. والان احنا بدنا نحكي عن الباستيل. طبعا انا دائما بحب الطالب يجرب. أنا بحب الطالب يجرب لأنه في النهاية ممكن كمان 10 سنين 15 سنة أنت تشتغل بالتدريس أو whatever يجيك واحد يحكي لك يا دكتور زي زميلتنا اليوم حكت سألتنا عن الغراء العدسي ويا دكتور شو هو الغراء العدسي. فأنا وأنا طالب كنت كل ما أسمع بشغلة كنت أحب أجربها. يوميتها بتذكر نزلت على وسط البلد رحت على شارع اسمه شارع الطلياني ماشي الحال. شارع الطلياني في الزمانات كان في محلات كتير بتبيع أدوات خطاطين أدوات نجارين أدوات. طبعا رجعت تعلقت الصورة من أول وجديد. فوالله فعلا جبت غرادسي وبعدين اشتغل فيه. فهاي يعني فائدة إن الواحد إيش يجرب. أنا بخصوص البراندات ماشي الحال خلص طفي اعمل ستوب مش مشكلة. بخصوص البراندات خلص اعملي هيك خلص اطلع منه. بخصوص البراندات انا بحب الطالب يجرب. فان جوخ من البراندات المنيحة هاد تحديدا تالنس شركة هولندية ومش أنا عمالي بعمل دعاية طبعا. الشبكة اوكي الشبكة يعني هو التيمز مش ما بتحملش جرافيك كتير عالي. يعني شوفوا هاي اقل من ميجا بيكسل هاي البيكسل الكبير شو اسمه. طيب هاي فان جوخ حكينا تالنس او امستردام وفان جوخ ورمبرانت. هاي الفان جوخ هاي قديمة هاي يعني عمرها معي تقريبا 20 سنة. وفعليا يعني الأشياء الجود كواليتي يعني. فعشان هيك أنا دائما بخلي الطلاب يعني يشتغلوا الفيبر كاسل ممتازة. كسرت لأنها كتير سوفت. الفيبر كاسل. هلا هنا احنا بنحكي هاي هذا براند بريتش اسمه ريفز اوكي. هذا برضو كمان براند بريتش. وهاد هنا هيك اوكي هنا هاد. في عندنا كمان هذا فيبر كاسل برضو كمان براند منيح. في منه ألماني في منه ماليزي هو بالأساس ألماني. أشكال برضو هلا هذا
كتير سوفت. أوكي هذا كتير سوفت. فمثلا على سبيل المثال هذا البنفسجي هلا في شغلة كتير مهمة إنه الفحم والباستيل بنخلطوا مع بعض. الفحم والباستيل بنخلطوا مع بعض. الباستيل والرصاص ما بنخلطوا مع بعض. فعشان هيك أنا بحب الطلاب يشتغلوا معي بفحم عشان later on بإمكانهم من الفحم يشتغلوا على على بالباستيل. يعني they can mix التكنيك تبع الفحم مع التكنيك تبع الباستيل. هنا هاد إذا أنا بلاحظ كثير دستي كثير دستي مش لأنه سيء أو لأنه منيح، لا هاي نوعية جيدة لكن كثير سوفت. هو كثير سوفت تمام، هياته كثير سوفت. طبعا مع الاستخدام إحنا لما نستخدم إشي مثلا أفتح منه بنشوف إنه أوه هذا انكسر ممتاز. بنشوف إنه مثلا هاي الميكس تبعه طبعا في شغلة احنا لما نستخدم الباستيل في عندنا فيكساتيف. I don't think انا نسيت اجيبكم فيكساتيف اليوم، بس في فيكساتيف ممكن واحنا بنشتغل بالباستيل كل مرحلة او كل ستيج احنا نعمل نشتغل بفيكساتيف. والفيكساتيف انواع، بلكي انا المحاضرة الجاي شرحت لكم عن الفيكساتيف برضو كمان كيف احنا نستخدم الفيكساتيف، لانه في طلاب ما بيعرف كيف يستخدموا الفيكساتيف. على سبيل المثال احنا هذا معنا بدي استخدم انا البنفسجي الغامق من هاي. زي ما بلاحظ هنا مثلا، هنا انا مثلا بلاحظ انها دستي، بشوف في زي غبره. اوكي هذا مش دستي لانه هارد شوي. اقسى هاي النوعية أقسى من هذيك النوعية. تمام؟ هاي أقسى. يعني برضو كمان الفنانين في إشي بفضل هاد في إشي بفضل هاد. تمام؟ هاي أقسى. أنا بدي أستخدم مثلا لون فاتح معها. هاي اللون الفاتح. طبعا انا الباستيل ما بشتغل باستيل على ورق ابيض. لما انا اجي اشرح لكم عن الاوراق، بلكي المحاضره الجاي شرحت لكم عن الاوراق او المحاضره بعد الجاي، انا هاي اكثر هارد. انا بلاحظ لما انفخ عليها هون هاي ما في دست كثير، لكن لما انفخ انا هون بشوف في دست. طبعا هون هذا later on مع الفيكساتيف، هذا ما بيحتاج فيكساتيف كتير، هذا بيحتاج فيكساتيف كتير. هلا بالضبط. هلا في فنانين بيحبوا هذا الإفكت، في فنانين بيحبوا هذا الإفكت، في فنانين بيتعاملوا مع هذا الإفكت بطريقة ما، وفي فنانين بيتعاملوا مع هذا الإفكت بطريقة ما. زي نفس الإفكت أو الاختلاف بين الفحم الطبيعي والفحم الكومبرست. تمام. هلا عندنا إحنا شو اسمها الفيبر كاسل. الفيبر كاسل نستخدم احنا هذا اللون. طبعا في برانس بيعملوا زي هيك، بيعملوا زي هيك. دستي دستي اكتر من يعني برضو كمان دستي، بتحسوا دستي زي هذا الريفز. أوكي بس بتحسوا فيه اختلاف يعني برضو كمان. وهاي هنا يعني دستي أقل شوية من الريفز، بس برضو كمان دستي. ف يعني أنا بعمل هيك عشان أنت لما تروح على
المكتب وتشتري أدواتك تكون عارف، تكون عارف إنه الباستيل بيختلف، الفحم بيختلف، هذا ما مش معناته إنه هذا منيح أو هذا مش منيح. أوكي، الماتيريال نفسها بتختلف، الماتيريال نفسها بتختلف، لأنه في فنانين بيحبوا يشتغلوا بأسلوب، في فنانين بيحبوا يشتغلوا بأسلوب تاني. أوكي، فإت ديبينس أنت شو بتحب، ديبينس أنت شو بتحب. أنا مثلاً بحب الطلاب، ما بخلي الطلاب يجيبوا إشي معين، أوكي، عشان لما الطلاب يجلسوا مع بعض، أنت مثلاً بتجيبي فان جوخ، أنت بتجيبي فيبر كاسل، هذيك بتجيب نوعية تانية، راح تشوفوا كيف لما أنتوا تشتغلوا مع بعض. وهاي برضو كمان من الأشياء اللي صعب تنعمل أونلاين، صعب تنعمل أونلاين، لما الطلاب يشتغلوا مع بعض داخل المرسم ويشوفوا فلاني أو فلان الطالب الفلاني كيف بيشتغل، كيف بيطلع معه الإفكت، لما يشوف زميله الثاني كيف بيطلع معه إفكت مختلف، بصيروا يتعرفوا على الألوان بشكل أفضل. تمام، تمام. فهذا هو طبعا يعني ليش أنا بعمل هيك، ليش أنا بعمل هيك، أنا لازم هاي الفحم يضلوا في، لأنه أنا إذا مثلا فردتهم هاي كلياتها بتصير لونها أسود. فإذا أنتوا كنتوا بتستخدموا مقلمة وعندكم فحم، لا تحطوا الفحم دايركت في المقلمة، لأنه بعد يوم يومين ثلاثة راح تشوفوا إنه المقلمة من جوا كلياتها صار إيش، صارت سودة. تمام، في كلمة بيحكوها يعني بيحكوها الجيل القديم، ما بعرف مرت عليكم أو ما مرت عليكم، ما بعرف مرت عليكم أو ما مرت عليكم، هي سخام. مر عليكم، تعرفوا شو السخام؟ هو رماد الفحم اللي بيكون علقان على، عالق على الجدران، على المداخن. فهو هذا الأسود، اللون الأسود هو كربون، هو شبيه بإيش، بالسخام. أوكي، فلأنه بوسخ. أوكي، فأي واحد بيقترب منه شو بوسخ، فديروا بالكم يوسخ الأشياء تبعتكم. طبعا يعني هاي أقلام برضو كمان، يعني أقلام متنوعة، كربون متنوع، أشياء متنوعة. أنت لما تروح على المكتب وتشوف، أنا بتوقع هلأ بعد هاي الباك جراوند أو هاي الانترودكشن، أنت تعرفت شو أهم الأشياء اللي إحنا بدنا نعرفها. هلا انا شوي بعملكم، والله ممكن تعطيني الوايبس لو سمحتي، بليز، ثانك يو. تمام، غلبتك انا، شكرا لك. ما حدش، طيب مش مشكلة، أنا رح في ناس بيحبوا عشان هاي الأشياء ما كتير يتعرضوا لها، هي يلبسوا كفوف، يلبسوا كفوف، هاي الكفوف الديسبوزابل. إذا حابين تجيبوا معكم كفوف برضو كمان، أوكي، خصوصا مع الشتوية، الواحد مع الشتوية لما يضلوا يغسل إيديه بصير عنده تحسس وهيك، فعشان
2 اوكي هاي. طيب هيك احنا بنسكر هاي خليها هون مش مشكلة نسكر هذا. طيب هلا انا جبت لكم هذا الكتاب تكنولوجيا التصوير كتاب يعني كتب قديم هو 1973 بيحكي عن تقنيات مختلفة عن الأويل عن الووتر عن الفريسكو عن كيف الفراعنة كانوا يرسموا زمان كيف شو المواد تبعتها بعطيكم فكرة عنها ماشي الحال بنشوف بآخر المحاضرة بنتفق كيف أنتم ممكن يعني تعملوا له تستفيدوا منه هذا كتاب جيد. هلأ هذا الكتاب برضو كمان إحنا خلال الفصل برضو كمان رح نستفيد منه هذا يعني اللي عملوه مجموعة من المؤلفين بيشتغلوا بالرويال أكاديمي of Fine Arts في لندن رويال كوليج أوف آرت لندن تمام مجموعة وهو كتاب يعني أنا شفت منه عدة طبعات من الكتب يعني comprehensive من الكتب الشاملة والجميلة بيعطينا برضو كمان ممكن إحنا نطلع عليه بالأيام الجاية بيعطينا introduction هيك عن التصوير عن البينتينج تاريخ البينتينج أوكي الماتيريالز هنا هاي الأحجار والألوان أوكي الearly sources of pigment اللي هو المصادر اللي كانوا يستخدموها بالأوقات المبكرة ويعني هون برضو كمان بيحكي إنه متى الفنانين والناس بشكل عام بلشوا يستخدموا البيجمنتس اللي هي الألوان أو المواد الصبغات اللي الفنانين بيشتغلوا عليها هذا تشارت والله مهم جميل هذا تشارت للألوان هذا مثلا 2000 قبل الميلاد 1000 قبل الميلاد هنا 1000 بعد الميلاد هاي محدودية الألوان إذا بتتذكروا حكيت لكم أنا المحاضرة الماضية إنه إحنا يعني بالفنانين القدماء القرن 15، 16، 17 كان عندهم محدودية بالألوان ولما كانوا يستخدموها ما كانوا يستخدموها مثلا زي الفنانين الانطباعيين ليش؟ لأنه الفنانين الانطباعيين كانت وهاي من الأشياء أو الأسباب اللي أدت ل تطور أسلوب الانطباعيين عن أسلوب الفنانين اللي قبلهم إنه كانت الألوان يستخدمها الانطباعيين ما بتتفاعل مع بعضها زي ما كانت تتفاعل مع الأجيال اللي قبلهم ليه؟ لأنه كان يعني الكيمياء تطورت أوكي وهاي الماتيريالز تطورت استخدامها يعني هاي كتاب أنا اللون بنفسه كان صعب إنه يسوي اللون البنفسجي هو لأنه كانوا يأخذوه والأزرق يعني هو في درجات من الأزرق في درجات من البنفسجي كانت تتأخذ من مصادر عضوية أزهار يعني خضروات أشجار يعني نباتات أوكي نباتات هاي الأشياء فكانت هاي المصادر النباتية مش زي المصادر الألوان الترابية مينرال يتاخد من الآيرون أكسايد أوكي فالآيرون أكسايد هي مادة مش أورجانيك هي مادة مينرال مادة معدنية عشان هيك مثلا الايرون اوكسايد على سبيل المثال كان كتير بيرمننت
اوكي الايرون اوكسايد، وبعدين بيعمل الايرون اوكسايد بيعمل كتير درجات، يعني الاوكر من الايرون اوكسايد، البيرنت سيان، البيرنت امبر، الرو امبر، البيرنت امبر، السيان والامبر والاوكر، اليلو اوكر والريد اوكر، هذول كلهم بيتاخذوا من من الايرون اوكسايد اللي هو اكسيد الحديد. هاي طريقه الكان كيف كانوا يعملوا كانفاس. وين الجزء الخاص بالأقلام؟ تمبرا. الجزء الخاص بالأقلام مش موجود أتوقع، يعني مش عارف، لكن ممكن هاي باستيل، باستيل هنا، هاي الأوراق. بلكي أنا بالجزء الخاص بالأوراق راح أشرح لكم عن الورق اللي بيستخدموه في الرسم الباستيل، التكستشر، لأنه التكستشر يعني هاي من ال يعني الفنانين اللي بس الفنانين المتخصصين بالباستيل بيحبوا يعني يكون معهم درجات متنوعة زي هيك. هاي تشاركل، هاي أشكال تشاركل، هاي الأقلام هنا زي ما احنا شايفين تشاركل ستيكس والأقلام، وهذا الكمبرست كاربون أو الكمبرست تشاركل، هيو هاي الستيكس، هذا الدست، هيو كيف يعني هاي، شوفوا كيف الإفكت تبع هذا يعني من اللوحات لهنري ماتيس، شوفوا كيف في يعني هو بس هاي دروينج اشتغلها بالشاركول، هاي دروينج اشتغلها بالشاركول. هاي انك، بلكي احنا المحاضرة الجاي اشتغلنا بالانك. تمام، اي اسئلة؟ هذا كتاب حبيت افرجيكم اياه عشان تعرفوا. اي اسئلة؟ طبعا. اي اسئلة؟ طيب، ثانك يو كتير لكم. انا هلا راح اعمل ليف لل